راديو الأهرام يقدم علاء الدين مجلة إذاعية تصدر كل أسبوع. رئيس التحرير ليلى الراعي. تقديم نجوى درديري. أعزائي المستمعين، أعزائي أصدقاء مجلة علاء الدين، أنا ليلى الراعي رئيس تحرير المجلة. أحب أعرفكم على تفاصيل الحلقة الثالثة من برنامج علاء الدين، وزي ما عودناكم كل مرة معانا فقرات متنوعة ومسلية. في فقرة علاء الدين والأصدقاء هنسمع علاء الدين وأصحابه ياسمين ومرجان هيتكلموا عن تنظيم وقتهم بين اللعب والمذاكرة. في فقرة حلوة يا بلدي هنتعرف على مجموعة السلطان قلاوون في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وفي فقرة دليلك هنتعرف على أهم الورش والكورسات وأخبار كتيرة تهمكم وحتحبوها. أما في فقرة مواهب وأبطال هنقابل الطفل فهد الموهوب في كرة القدم، وفي فقرة يوم من عمري هنسمع الطفل زياد هيحكي لنا عن يوم حلو قضاه في الريف، وهنختتم معاكم بالفقرة التمثيلية مرجان في ورطة. هنتعرف مرجان عمل ايه لما زار الجيران وياسمين قالت له ايه. فإلى حلقتنا، ونيجي لأول فقرة معانا النهاردة، علاء الدين والأصدقاء. فقرة تمثيلية هيأديها علاء الدين وأصحابه ياسمين ومرجان. كل حلقة هيتفقوا فيها على حاجة حلوة هتغير حياتهم، ونسمع التفاصيل مع نهى سعد، سعد المغربي، وأحمد مصطفى. يلا يا علاء، ادينا اتغدينا، نقعد بقى نذاكر دروسنا ونخلص واجباتنا. ما تستني علينا شويه يا ياسمين، انت على طول مستعجلك، ده لسه اول اسبوع في الترم الثاني. انا لسه ما استريحتش يا ياسمين، وطول اليوم في المدرسه وصاحي بدري جدا. لسه ما استريحتش؟ الساعه بقت 5 واحنا رجعنا من الساعه 3، ده اليوم بيجري. احنا لسه هنلعب جيم على البلاي ستيشن. مرجان، احنا مش اتكلمنا من البلاي ستيشن والموبايل نلعب عليهم بعد المذاكره؟ يا ياسمين، احنا نلعب الاول وبعدين نذاكر. وهتجيب وقت منين للعب وبعدين المذاكره؟ واحنا لازم ننام الساعه 9 علشان ننام كويس ونركز في المدرسه. انا بنام في المدرسه، مش مشكله لما اسهر. تخيل، احلى نوم بيبقى في حصه العربي مزاج. لا، انا بحب النوم بقى في حصه الانجليزي، مثالة بتقعد تشرح وتكتب وانا مبقاش فاهم حاجه فبنام. يا نهاركم، انتوا بتستهبلوا؟ بتناموا في الحصص؟ يا خساره يا خسارة. يا ياسمين، ما تتخضيش كده، كل الولاد بيناموا في الحصص. أنا وشلتي عاملين شفتات، كل واحد ينام شوية عشان المدرسين ما ياخدوش بالهم. إيه ده؟ بجد؟ حلوة الفكرة دي، أنا عايز أجي معاك في فصلك. ماشي، بس بقاتلي حاجة حلوة بقى عشان أخليك تنام أكتر منهم. بس هتجننوني والله، أنا مش مصدقة. هو أنت عمرك ما نمت في الفصل يا ياسمين؟ مالك محسسانة انك من كوكب تاني؟ مش عارف مالها ياسمين، انت سخنة ولا تعبانة؟ لا طبعا، انا مش بنام في الحصص وببقى مركزة في الشرح وبسأل المدرسين عن اي حاجة واقفة قدامي. يا ستي، انا مش عايزة اتفوق زيك، كفاية عليا 50% وخلاص، المهم انجح وعدي. يا بختك، انا جبت 40%، بس لازم اوصل ل50% علشان انجح في الترم التاني. وليه الدرجات الوحشة دي؟ انتوا اذكياء وممكن تذاكروا وتتفوقوا كمان. ما عنديش هدف خالص. ليه؟ انت بتجي هدف في الكورة كتير. بس يا مرجان، انت وقعتك سودة بالدرجات دي. وانت يا علاء، ليه ما عندكش هدف؟ اهلنا مش مقصرين معانا، لازم نفرحهم بنجاح حلو. مش بحب المذاكرة. انا بقى بحب الحكايات. علشان انتوا مركزين في اللعب وبس، المذاكرة هي اللي هتخليكم تنجحوا وتدخلوا الكلية اللي انتوا عايزينها. حتى دي مش عارف هدخل كلية ايه. انا بقى هدخل كلية بتعلم الطبخ عشان اكل. مش انت يا علاء بتحب الكمبيوتر ساينس وشاطر في الجرافيك والباوربوينت؟ اه، وانا بحب الون. طيب ده مجال حلو قوي، تدخل هندسة كمبيوتر او حاسبات ومعلومات وتتخصص في الحاجة اللي انت بتحبها. وانا ياسمين اصلح له اللاب لما يبوظ. انت بقى يا مرجان هتخليني اركز معاك جامد قوي الفترة اللي جاية علشان تنجح. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ هنحط جدول للمذاكرة وهنذاكر اول باول المواد اللي بناخدها، وهنحل تمرينات كتير وهنتفوق كلنا.
ماشي انقذيني ياسمين، انا عايز انجح علشان العب في اجازه الصيف براحتي. طب يلا بينا نبدا ونحط الجدول ونذاكر. يلا بينا. حلوه يا بلدي، دي تاني فقره معانا النهارده هنتكلم فيها عن جمال مصر، وهنروح معاكم اماكن تاريخيه وهتسمعوا معلومات لاول مره هيقدمها ليكم سيد عوض ونهى نسيم. استاذ شريف ازاي حضرتك؟ الحمد لله. احنا تعبينك معانا بس بجد احنا بنستمتع جدا بمعلومات حضرتك الجميله اللي احنا كمان لسه بنعرف منها حاجات جديده. بص يا فندم، احنا دورنا التواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي والاعلاميه وما شابه ذلك من راديو وتلفزيون وصحافه، مهم جدا نوصل معلومات هامه عن اثار وتاريخ بلدنا وحضارتها اللي للاسف في ناس كتير قوي يجهلوها، واللي نقدر نتواصل بالذات مع النشأ والأطفال الصغيرين نقدر نربي أجيال جديدة تقدر تحافظ على التراث ده ولا تستلمه بعدينا إن شاء الله. فمهم جدا في الحلقة دي طبعا. نتمنى ده كلنا يا رب، نتمنى ده. طيب النهاردة بقى كنا حابين نعرف من حضرتك من هو قلاوون؟ احنا في شارع المعز اتفقنا في الحلقات اللي فاتت انه من اكبر المتاحف المفتوحه مش في مصر بس في العالم الاسلامي ككل، وبيعج بالكثير من المباني الاثريه اللي تخطى منها الالف عام زي جامع الحاكم وبواباته زي بوابات الفتوح والنصر وباب زويله، ونلاقي في بعض المنشات المهمه جدا اهمها مجموعه السلطان قلاوون. اولا بس كلمه قلاوون عشان الاطفال يبقى يعني دول سلاطين مماليك بحريه عندنا بعد العصر الايوبي، موت صالح نجم الدين ايوب، وبعد كده جه ابنه طوران شاه، وبعد كده طوران شاه ده مات فيما بعد، حتى ده كانوا بيسموه الذي مات قتيلا محروقا غريقا، يعني كان الراجل ده لو نسمع اننا موقعة المنصورة الشهيرة واسد لويس التاسع، كانت شجرة الدر ذو مرات صالح نجم الدين ايوب هنا هي مراته، واخفت خبر وفاته عشان دقه المعركه وعن القاده والجنود انه ما ماتش. فضل المخبيه يعني استاذ شريف نعرف معنى كلمه قلاوون. انا جاي في الحته دي، بس انا عايز اقول اصل هو اسم قلاوون الصالحي الالفي او الالفي الصالحي، عايز اقول ليه الفي وليه قلاوون وليه الصالحي. فهو نسبه لصالح نجم الدين ايوب اللي هو اخر السلاطين الايوبيين، واللي ابنه جه طوران شاه ده ما كانش نموذج كويس للحاكم فتخلصوا منه المماليك بقيادة شجرة الدر، وفعلا الراجل ده مات قتيلا محروقا غريقا، يعني مش قصته ممكن نتكلم عليها فيما بعد القصة دي. وبعد كده تولد شجرة الدر الفترة، وبعد ما تولد شجرة الدر الخليفة العباسي بعت قالك لازم حد من الرجال يتولوا، فمسك المعز أيبك، ثم بعد ذلك بيجي قطز، ثم بعد ذلك بيبرس، ثم بعد ذلك أبناء بيبرس، إلى أن يخلعهم السلطان قلاوون. فاحنا السلطان قلاوون بنعتبره من اهم السلاطين المماليك البحريه، والمماليك ده جنس تركي واسمهم البحريه لان صالح نجم الدين ايوب كان بيربيهم في قلعته اللي في جزيره الروضه، فكان النيل محيط بيهم، او النيل كان بيسمى بحر، سموا المماليك البحريه او المماليك التركيه تمييزا عن دوله مملوكيه تيجي بعديهم من الجنس الشركسي. تمام. قلاوون بقى اسم السلطان قلاوون الصالحي او الالفي لانه كان مبلغه عالي جدا، ان هو اشتره او تم شراءه بألف دينار وده مبلغ ضخم جدا وقتها. الصالحي نسبه الى صالح نجم الدين ايوب اللي احنا اتكلمنا عنه. تمام. انما اسم قلاوون بقى بالتركي لان احنا قلنا ان هم مماليك اتراك او مماليك بحريه، قلاوون يعني البط او البطه، البطه دك، ونلاقي في الزخارف حتى كتير شويه تلاقي البط السابح والحاجات دي من الشارات بتاعتهم، او مش من الشارات بتاعتهم يعني من المميزات بتاعتهم، فهو قلاوون معناها البط. تمام. والصالح والملك المنصور قلاوون أنشأ هنا مجموعة مهمة جدا على بقايا القصر. احنا قلنا شارع المعز كان اسمه بين القصرين، القصر الشرقي الكبير والصغير الغربي، هو استغل بقايا قاعات من القصر الشرقي واشترى حقوقها من بعض الأمراء الأيوبيين، وبالذات آخر واحدة قعدت في المكان ده هي الأميرة مؤنسة خاتون بنت الملك العادل، واشترى منها وادها تعويض مكان تاني عند قصر الشوق، وهو خد المكان وبنى عليه مجموعته الشهيرة. ومشكور حضرتك جدا لمجله علاء الدين، سعيده ان هي مع حضرتك في البرنامج، وان شاء الله يعني يبقى في حلقات كتير ما بيننا. يا فندم تنوروا وتشرفوا تحت امركم. مستمعينا اتمنى نكون فدناكم النهارده في حلقتنا، استنونا الحلقه الجايه. اما الفقره دي فمعانا مواهب وابطال، هيكون لينا لقاء بطفل او طفله موهوبين في الرياضه او الرسم في الغنى او الموسيقى. تعالوا نسمع موهبتنا النهاردة مع حسن علي ومحمود شلبي. كرة القدم هي أشهر وأكثر أنواع الرياضة اللي بتمارس في جميع أنحاء العالم، واللي بيعشقها الأطفال وبيعتبروها شيء مهم جدا في حياتهم. ومعنا دلوقتي موهبة صاعدة وهو اللاعب فهد محمد،
تعالوا نتعرف عليه. اسمي فهد محمد، 12 سنة، طالب في سنة 6 ابتدائي. بدأت امتى يا فهد تلعب كرة القدم؟ من وانا عندي 7 سنين كنت بتفرج على فيديوهات اللعيبة وطبقها في الملعب. ومين اكتر الناس اللي كانت بتساعدك؟ بابا واصحابي. بابا كان بيسيبني اروح الملاعب علشان اتفرج على اللعيبة، وفي يوم من الايام بزيهم. عايز يا فهد تبقى زي مين لما تكبر؟ انا بلعب مدافع، ونفسي ابقى زي مارسيلو لاعب ريال مدريد. ويا ترى يا فهد حبك للعب الكورة بينسيك الدراسة؟ لا، الدراسة عندي أهم، وأنا متفوق وبجيب درجات عليها. حابب تقول إيه لبابا وماما وأصحابك؟ أقول لبابا وماما كل سنة وأنتوا طيبين، والأصحاب شكرا على مساعدتكم. شكرا يا فهد. يوم من عمري. في الفقرة دي هيحكي الأطفال عن نفسهم، عن أجمل يوم من عمرهم. تعالوا بينا نسمعهم مع رانيا ديب. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي زياد علي حسين من محافظة القاهرة، سني 13 سنة، في الصف الثاني الإعدادي. من الأيام الجميلة في حياتي ومش ممكن أنساها أبدا يوم ما سافرت بلد بابا الشراونة قبلي، محافظة أسوان، وهي من أحسن الأماكن عندي. لما بروح البلد بشوف الريف الجميل وبشوف الخضرة وبستنشق رائحة الزرع الجميلة، وكمان الحرف اليدوية زي الفخار وصناعة الخوص. وأما عن نهر النيل فهو المتعة الحقيقية كلها في نهر النيل الصافي والطمي على جوانبه، والمتعة في التشكيل بالطمي واللعب به وصنع البيوت وأشكال مختلفة كثيرة. وكمان شفت الآثار المصرية الجميلة، وكمان الأطفال هناك بيتحملوا المسؤولية جدا وبيقوموا بمساعدة الآباء، وبلد بابا فعلا جميلة جدا. دليلة، أخبار من هنا وهناك، ورش وكورسات هتفيدك. تعال عرف التفاصيل مع نهى سعد. أصدقاء علاء الدين في كل مكان، ولاد وبنات، جبنا لكم أخبار عن أهم وأجمل الأنشطة والأماكن اللي عارفين إنها بتهمكم. دورات وندوات ورحلات ورش عمل في أماكن كتير زي النوادي والسفارات والمراكز الثقافية والمكتبات وغيرها كتير من الأماكن الجميلة. لكل اللي بيحبوا المنافسة والتحدي تقدروا تشاركوا في بطولة بطل الصيد، وشعارها انت أقوى ولا الوقت، اللي بيدعوكم ليها نادي الصيد المصري. ممكن تشارك وتتحدى نفسك من خلال سباق جري وسباق موانع وسباق سباحة. البطولة بتقام لأول مرة وبتبدأ من عمر 15 سنة. هتكون يوم الجمعة 22 فبراير في نادي الصيد بأكتوبر الساعة 1 ظهرا بملعب كرة القدم. والجوائز قيمة للفائزين بدءا من المركز الأول إلى المركز السادس. نادي الشمس افتتح حمام سباحة جديد وخصص أيام كاملة للبنات بمناسبة الافتتاح. ولكل محب الكمبيوتر تقدروا تشتركوا في دورة ICDL في مكتبة مصر العامة. فرصة للاستمتاع وتغيير الجو على ضفاف النيل وسط أجواء تنافسية بيدعوكم ليها المركز الثقافي الصيني بالقاهرة من خلال مسابقة قوارب التنين الدولية للتجديف، وذلك ضمن سلسلة احتفالات عيد الربيع الصيني. المسابقة يوم 23 فبراير بنادي رويال محمد علي، والدخول مجانا. مش بس كده، كمان في عروض راقصة وألعاب صينية للأطفال وطائرات ورقية ومأكولات صينية وألغاز وجوائز وهدايا كتير. لمحبي الإنشاد الديني ومستمعي، موعدكم مع فارس الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامي في حفل إنشاد يوم الجمعة 22 فبراير بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي في تمام 7 مساء. لكل اللي عندهم إخوات أو قرايب أصغر منهم، بنفكركم بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال. فكروا أسركم إن الحملة من يوم 24 إلى 27 فبراير من سن يوم حتى 5 سنوات. مورجان بوارتا، فقرة كوميدية تمثيلية هيأديها مورجان وصديقته ياسمين. مورجان هيقع في ورطة وياسمين هتنقذه. تعالوا نسمع هتنقذه إزاي مع أحمد مصطفى ونهى سعد. يا مورجان، من فضلك اقعد جنبي هنا، بلاش تلعب في حاجة في البيت بتاع الناس. عايز اسلي نفسي، القعدة مملة جدا. عيب يا مرجان كده،
على فكرة الناس سمعينك. طب اشوف ايه على التلفزيون؟ عايز اتفرج على الكرتون. لا عيب ما يصحش، ما تقلبش القناة اللي الناس جايبينها. ايوه ليه يعني؟ مش احنا ضيوفهم وحقنا نتفرج على اللي يعجبنا؟ لا طبعا مش من حقنا. ليه بقى؟ في بيتنا نعمل اللي احنا عايزين، ولو عندنا ضيوف هنستأذنهم اننا نقلب القناة او نطلب منهم يختاروا القناة اللي هم عايزينها. طيب خلاص خلاص يا ياسمين، اديني حطيت الريموت ومش هنقلب القناة اللي بحبها. برافو. الله، في كرة ايه؟ هلعب بيها شوية. يا مرجان ما يصحش كده، مفيش لعب في بيت الناس، ممكن تكسر اي حاجة وكمان كده عيب اصلا. يوه، يعني لفيتنا ولا هنا مسموح العب كرة؟ وما لعب فين بس؟ نلعب في النادي او في اي مكان مخصص للعب زي مركز الشباب او زي الساحات الشعبية. طن عايز حاجة ساعة، مش بحب العصير. عيب كده يا مرجان، اشرب اللي اتحط قدامك وبس. مش بحب العصير ده. اشرب حاجة بسيطة وحطه تاني من غير ما تعلق حلو او وحش، ومن غير ما تطلب حاجة تانية. انت معقدة الامور كده ليه؟ الموضوع بسيط ومفروض يسألونا نشرب ايه. طيب في دي عندك حق، بس يمكن ما عندهمش حاجة تانية غير دي فقدموها للناس، او انهم مش بيجيبوا الحاجات الغير صحية علشان ولادهم هيشوفوها وهيبقوا عايزين زي الضيوف. ياه انت دايما كده تعذري الناس. اه طبعا بحط نفسي مكان الناس. طيب انا اقوم وريحك مني. ايه ده رايح فين؟ انت داخل جوه البيت ليه؟ وهتدخل كمان الاوض؟ اه عشان انا زهقان، هتحرك في البيت شوية واتفرج عليه. يا خبر انت اكيد اتجننت. لا طبعا اتفضل، كده عيب جدا، احنا هنقعد في الصالون بس او المكان المخصص للضيوف وبس. اقعد هنا جنبي خلاص، طنط جاية اهي هي وعمه، مش عايز اسمع اي صوت او طلبات. طيب يا ستي حاضر. ايوة كده الادب حلو، خليك مؤدب. اصدقائي الصغيرين، اصدقائي المستمعين، الحلقة مرت بسرعة، كان نفسنا نفضل معاكم اكتر من كده. استنونا في الحلقة اللي جاية مع علاء الدين. مجلة إذاعية تصدر كل أسبوع. رئيس التحرير ليلى الراعي. تقديم نجوى درديري.